السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع قصة اجتماعية تاريخية. قصتنا هي قصة الأسرة منبع ومصدر للسعادة. قصتنا هي قصة الصحابي زيد بن حارثة. يلا نعرف التفاصيل. زيد بن حارثة هو زيد ابن حارثة ابن شرحبيل ابن كعب ابن عمران ابن قضاعة، والدته هي سعدة بنت ثعلبة من قبيلة معن. هذه الأم سعدة تذهب لزيارة أهلها اللي هم بني معن، وهي في الطريق مع ابنها الصغير، كان عنده حوالي 8 سنين، أغارت عليهم قبائل من قطاع الطرق، فخطفوا زيد ابن حارثة وذهبوا به إلى سوق عكاظ. وسوق عكاظ ده مكان كان يتم فيه بيع الأطفال الصغار للأغنياء لكي يكونوا لهم خدما وعونا. فأخذه حكيم ابن حزام وهو قريب السيدة خديجة بنت خويلد. فنجد إن حكيم هذا يحب أسرته و دائما يعني على علاقة طيبة وحسنة، ويتودد إلى عمته ويكن لها كل احترام اللي هي السيدة خديجة. فنجد إن هو يريد أن يعبر لها عن اهتمامه بها، فقال لها: يا عمتي، خذي هذا الطفل الصغير، سيفيدك سواء في ان انت تتخذيه كخادم او تقومين بتربيته. وفعلا اخذته السيده خديجه. والسيده خديجه في الوقت ده لم تتزوج الرسول عليه الصلاه والسلام، ولكن بعد ذلك تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا السيده خديجه كانت بتضع نصب عينيها الاهتمام بالاسره، وإن هي تقدر وزوجها صلى الله عليه وسلم وتكن له كل احترام ومودة. فلذلك قامت بإهدائه هدية. ما هي الهدية؟ هو هذا الغلام اللي هو زيد بن حارثة. وفي هذه الأثناء كان والد زيد وأم زيد في حالة من الحزن والغم، فكانوا يقولون: يا ترى أين زيد؟ وهل مات ولا لسه موجود حي؟ المهم إن بعض الناس شافوا زيد بن ثابت، زيد بن حارثة في مكة المكرمة، وقالوا لزيد، قالوا لإيه؟ لحارثة والد زيد: يا حارثة، لقد وجدنا ابنك في مكة. على طول زي حارثة أخذ شقيقه وذهبوا إلى مكة وقابلوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فنجد إن زيد والد زيد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعرف إنك من كبار القوم، وإنك رجل الجميع يشهد بأنك من الشخصيات العظيمة والشخصيات التي يعني تقوم بخدمات لجميع الناس وتأوي الضعفاء وشخصية كريمة، فأطلب منك ابني عندك اللي هو زيد بن حارثة. فنجد إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لحارثة اللي هو والد زيد، قال له: لابد أن نخير زيد، وأنا
ان هو ايه، هل يريد البقاء معي ام يريد الذهاب معك؟ فلابد ان ايه، ان احنا نخير زيد وهو صاحب القرار اللي هو زيد بن حارثة. فطبعا كان اللي هو والد زيد كان في اعتقاده انه طبعا ان الولد هيقول سأذهب إلى أبي، ولكن كانت المفاجأة. فنجد إن زيد لم يذهب إلى الوالد ولا إلى عمه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت يا رسول الله مكان الأب والعم. فطبعا والد زيد وعم زيد لا يقدرون عن ان هم ايه يعني يعترضوا على هذا القرار، لان هذا القرار هو قرار الولد وليس قرار النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول سعد جدا 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 وفرح، واخذ زيد من يده وذهب به الى جميع الناس، واخذ يقول: يا من حضر، يا من حضر، اشهدوا ان زيدا ابني. وزيد طبعا يعني تربى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عنده المهارات الكثيرة، وكان مصدر ثقة للرسول عليه الصلاة والسلام، وكان الرسول يتخذه قائد للجيوش في جميع الغزوات. فنجد أن السيدة عائشة بتؤكد هذا، أن في معظم الجيوش التي يرسلها الرسول عليه الصلاة والسلام للفتوحات كان زيد قائد للجيش. وفي السنة الثامنة تأتي غزوة مؤتة التي سيستشهد فيها زيد بن ثابت، زيد بن حارثة، وسيحزن الرسول حزنا شديدا، وسيذهب الرسول عليه الصلاة والسلام ليقدم العزاء لأهل زيد. وهناك وهو يقدم لهم العزاء، الرسول عليه الصلاة والسلام سيبكي وينتحب، والنحيب يعني البكاء بصوت عالي، والصحابة تستعجب وتقول: يا رسول الله لماذا تبكي؟ فيقول لهم: أبكي لأن زيد هو كان حبيبي ومقرب إلي، فأبكي على حبيبي.